بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم تلامذتنا الأعزاء. بالنسبة لتلاميذ ولاية باتنا الأصيلة والعريقة، وبالضبط مدينة باريكا بولاية باتنا، بإذن الله ستكون لنا دورة مدوية في المراجعة الختامية لمادة اللغة العربية في مدرسة عكاشة. هذه الدورة إن شاء الله ستكون يوم الجمعة، اللي هو يوم الغد بإذن الله، وتنطلق إن شاء الله بداية من الساعة 8:30. من لم يسجل فعليه أن يلتحق، لأن عدد الأماكن يعني لم يتبقى منها إلا القليل. إن شاء الله ستكون هذه الدورة مختصرة ومفيدة بإذن الله حول أساسيات البناء الفكري وأساسيات البناء اللغوي مع الأستاذ أبو بكر مبروك، مع مفاجأة يعني من العيار الثقيل في هذه الدورة ستكتشفونها بإذن الله. يعني إليك الخط أستاذ أم العز، إن شئت أن تضيف كريما. إن شاء الله في مدرسة عكاشة إن شاء الله تدور كثير منا إن شاء الله. هاي، السلام عليكم.